مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في جولة جديدة في عالم الجمال والموضة. مرحبا بكم في برنامجكم زينة زين. هذا الأسبوع غادي نتكلموا على قصة من القصات اللي دارجة هذا الموسم واللي هو لو كاري أسيمتريك. غادي نتكلموا كذلك على لي انجيكسيون كوزميتيك، غنشوفوا شنو هما المنافع ديالها بحال البوتوكس، الكولاجين والاسيد هيالورونيك. اما فقره غلوكينغ فغادي تكون معنا مشاركه اللي غادي نساعدوها في تغيير اللوك ديالها. نبداو بلا طوندونس اللي اخترنا لكم هذا الاسبوع. هاد الفصل فاحنا غادي نجرؤوا نقطعوا نو لونغور باش نحصلوا على ان كاري اسيمتريك. المبدا هو اننا يكون عندنا ان كاري طويل من جهه وقصير من جهه اخرى، فهذا كيزين العنق والكتف. في هاد فصل الشتاء نزعموا ونقطعوا شعرنا، نختاروا ديكوب قصار اللي كيتماشاو مع لي طوندونس ديال اليوم. من الاحسن نختاروا ديكوب اللي كيجيو معنا ونجربوا مثلا لو كاري اسيمتريك. هاد لاكوب هي واحدة من أكبر لي طوندونس ديال هاد الفصل، شفناها في لي ديفيلي ديال لانفان، إلينيك وأيضا عند سيلين. الكل تبنى لو كاري أسيمتريك، هو عبارة عن كاري طويل من جهة وقصير من جهة أخرى. هاد لاكوب غادي تبين الوجه ديالكم وأيضا العنق والكتاف. بالنسبة للطول ماشي ضروري يكون اختلاف كبير ما بين جهات بجوج. لاسيمتري خصها تكون خفيفة باش تكون لاكوافور أنيقة وتبان في نفس الوقت سوفيستيكي. العديد من المصممين كيفضلوا يلعبوا على لي فوليوم، كيزيدوا مثلا اون فرانج اللي كتعطي لمسة هندسية لاكوب. لو كاري اسيمتريك كيجي مع كلشي، حتى مع السيدات اللي شعرهم مخرس ولا بوكلي. طولة من جهة وحدة ديال الشعر كتعطي فوليوم أكثر للي بوكل. إذن بلا ما تخافوا وزعموا على هاد لاكوب واخا شعركم يكون بوكلي. ولكن مع الكاري اسيمتريك شعركم خصو دائما يكون قاد ومصايب مزيان. باش تبان هاد لاكوب زوينه خاصها العنايه. خاصكم مثلا تمشيو تقادو الطوله ديال شعركم مره ولا جوج كل شهرين عند الحلاق ديالكم باش هاد لاكوب تبقى مقاده. انتهزوا ايضا الفرصه باش تلبسوا الحلقات XXL اللي كيعطيو ان كوتي بوهيم واللي كيتماشاو مع لي طوندونس ديال فصل الشتاء. هاد الفصل إذن اختاروا لو كاري اسيمتريك اللي غادي يجي مع اي نوع من الملابس واللي غادي يعطيكم اناقه في فصل الشتاء. الا بغينا نحصلوا على وجه اصغر سنا وبشره مشرقه فالحقن التجميليه كتساعدنا على هذا الشيء. في دقائق قليله يمكن لينا نمحيو اثار التعب ونخفيو التجاعيد، ولكن خصنا نقوموا ببعض الاحتياطات الا بغينا نديروا لي انجيكسيون كوزميتيك. حنا شفنا اخصائيين في المجال وجبنا لكم هاد النصائح. الا بغيتوا تمحيوا اثار الوقت على وجهكم وتحاربوا التجاعيد بطريقه فعاله بلا ما تلجؤوا للجراحه التجميليه، كاين اليوم وسيله جديده هي الحقن ديال لاسيد ديالورونيك. طريقه سهله وفيها 4 ديال الانواع على حساب منطقه الوجه اللي بغينا نعالجو. لاسيد ديالورونيك هو سي ان جيل، ماده كتكون في واحد الحقن دي سورانغ اللي مستعمله كثير في هذا الوقت باش كنعمروا لي بلي لي ريد التجاعيد والتنيات ديال الجلد. ممكن نعمرو به دي بوميت، ممكن نغذيو به الجلد. فيه 4 الانواع، كاين هو نفس الماده ولكن عندها مكونات خاصه لكل مكان في الوجه. بحال ملي كنبغيو نعمرو امبلي هذا اللي كيتعمر اكثر، ملي كتكون هذيك التنيه باينه ولا كتكون الجلده مهرسه بالتجاعيد كتكون لابو ناشفه، كنعمرو ديك لا ريد بهذاك الجل. لو جيل كيدخل في وسط هذيك لا ريد وكيعوض ديك النقص اللي كاين في هذيك البلاصه. كاين ماده اخرى هو نفس لاسيد ديالورونيك ولكن مكون بشكل اخر باش كيعطي الفوليوم، باش يمكننا بحال الناس اللي كيكون عندهم وجه مضعف ممكن نعمروا لي بوميت، ممكن نعمروا هاد الاكستنسيون ديال لا بوميت من هنا باش كتعطي بوميت باينه، واي مكان بحال وين سيكاتريس ولا شي حاجه ممكن نعمروا بها بهذاك لو فوليوم. لاسيد ديالورونيك كيتستعمل ايضا مع الفيتامينات باش يعطي لمعان الوجه كامل. بهذه الطريقه يمكن لكم تغذيو الوجه ديالكم وتشوفوا النتيجه بطريقه اسرع. كاين نوع اخر كيكون فلويد ليكيد كيدار بالميزوثيرابي، كيتخلط مع الفيتامين وكيدار بالبيستولي وكنديروه تحت من الجلد، هذا باش كيعطي الكوديكلا. لان لاسيد ديالورونيك
عنده واحد الخصوصيه سيكو كي روتين لو كيخلي كيجلب الماء وسكي في كيخلي لا بو بيان هيدراتي. الحقن ديال لاسيد هيالورونيك سهله في الاستعمال، داكشي علاش الحصه مع طبيب تجميل ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. على حساب كل واحد الطبيب كيستعمل حقنه وحده باش يحيد تجاعيد ديال الفم، وجوج حتى لثلاثه ديال الحقن بالنسبه لي بوميت. الانجكسيون سي تري سامبل، كدير تحت البنج الموضعي، سي كنبنجو هذيك البلاصه فين غادي نديرو. الحصه كتطلب 5 دقائق حتى 10 دقائق على حساب الكميه اللي غادي نديرو. نخليوكم الان تشوفوا هاد لا ديمونستراسيون باش تعرفوا على تقنيه استعمال لاسيد هيالورونيك. الو هذيك الحقنه ديالنا لا سورانغ كنديروها في واحد ستيلو انجكتور، البرا غادي تدخل في وسط هذيك لا فيل غادي نعمرو. الو في لا ليفغ سي الميم برودوي، هذا لاسيد هيالورونيك وكيكون سبيسيال ليفغ ديال لا ليبس. دونك كنديرو اول حاجه لوغلي ديال لا ليفغ هو هاد الحريفه اللي كيكون هنا absolument le sortir. Maintenant, on voit bien la différence. Tu vois le cœur? Tu aimes? Tu aimes? Très bien. كما قلنا من قبل النتيجه كتبان في الوجه بطريقه سريعه، ولكن بعض الناس كيختاروا يستعملوا مع لاسيد هيالورونيك البوتوكس باش يترخاو العضلات ديال الوجه وتبان النتيجه بطريقه احسن. لازم ملي كدير الانجكسيون كيكون شويه ديال الانتفاخ، ما كيكونش هذاك لو ريزولتا 100% في البلاصه، دونك خاص لازم الواحد ينتظر شي شويه مده 3 ايام ولا 4 ايام باش يبان النتيجه احسن. ولا من بعد مرات كان في نفس الحصه ولا من بعد اسبوع كنقدروا ناخذوا قرار باش نزيدوا شي شويه ديال البوتوكس في البلايص اللي ما مسيناهمش، لان البوتوكس كيخدم بصفه متكامله مع لاسيد هيالورونيك، لانه كيرخي العضلات ديال الوجه باش ما يبقاوش مكمشين، كيعطي واحد النتيجه متكامله. اللي خصكم تعرفوا هو ان هذا العلاج ديال التجاعيد مؤقت وكيدوم مده محدده، يمكن لكم تستعملوه بسهوله ولكن بشرط انكم ديروه عند اختصاصي وتكون الحاله الصحيه ديالكم جيده. راه هو بصفه عامه كنقولوا بان كيبقى 6 شهور، لان الماده ملي كدار هي ريزوربابل، ملي كدار سور بلاس كي اتاكي، سيتير كيجيو واحد لي زونزيم اللي كيجيو كيبقاو يذوبوا بشويه بشويه هذاك البرودوي. كاين المواد اللي كيبقاو 6 شهور، كاين المواد اللي كيبقاو حتى العام. الو هو لاسيد هيالورونيك بالعكس ما فيه حتى شي خطوره، لانه سي برودوي دابا معروف هذه مده 15 عام، ما كيديرش التهاب، ما كيديرش ان روجي، ما كيديرش من رياكسيون سادير ايمونولوجيك، ما كيكونش لي زونتيكور، وماشي توكسيك، دونك ما عنده حتى شي خطوره بالنسبه لهذا الشيء، لانه اباز دو سكر سادير كيكون ماده سكريه. غير بيان سور خص الواحد قبل ما يدير هاد الانجكسيون، الا كان الواحد عنده ان بروبليم دو سونتي ولا شي حاجه خص لازم يكلم الطبيب ديالو عليها، لانه سي ان جيست ميديكال سادير علاج طبي. فغلوكينغ هذا الاسبوع التجئنا في اخصائي دو ليماج باش يساعدنا في تغيير لوك ديال المشاركه ديالنا. حنا تبعنا النصائح ديال هذا الاخصائي ونشوفوا النتيجه من خلال الصور. اللي غادي تشارك معنا في فقره غلوكين هي هجر، فهاد الغلوكين ديال اليوم خاص بحضور ويليام سيليست فرنسي معنا. ويليام بمساعدة فريق زينزان غادي يلقاو ليها الستيل المناسب. هجر صباح الخير ومرحبا بك معنا في غلوكينغ زينزان. هضر لي على راسك، علاش بغيتي ديري هاد الغلوكينغ؟ شنو الحوايج اللي بغيتي تبدلي ولا الحوايج اللي مقلقينك؟ بونجور زينب، جولي تيدير كملي تمنى لوك ديالي عجبو بيان ما شونجي، وسورتو ما شوفو مليت منهم بزاف. شنو اللي كيقلقك في الشعر ديالك؟ ما فرونس كنبغي نبدلها، مي جو سوي اوبليجي باش نخليها باسكو سا مارش با. كتزعميش انك كتقطعيها؟ مون فيزاج. داكوغ، دونك هادشي اللي غادي نشوفوه مع الكوافير. حنا دابا بالنسبه للحوايج، شنو الحوايج اللي كتبغي تلبسيهم وما كتعرفيش، ولا شنو كتلبسي دائما؟ بغيت غير نبدل باسكو ديما عندي ان جونغ اللي بخيسي كتلبسي دائما، وبغيت شي حاجه اخرى اللي نمشي بها الخدمه. شنو هو هاد لو جونغ اللي تلبسي ديما؟
جين شيميز كيفما لبستي دابا. وي فوالا داكور. دونك حنايا غادي نشوفوا نمشيو عند ويليام لانفيتي ديالنا ديال هذه الحلقه اللي غيعطيك نصائح اللي غادي يفيدوك وغيفيدو حتى السيدات اللي عندهم لا مورفولوجي بحالك ونشوفوا شنو هما الحوايج اللي غيختار لك. يلا الو ويليام اشنو عندنا هنا؟ با كوم اون ا دي الوغ سا سيتي لوك عندنا لوك كولوري غادي نشوفوه واش غادي يتماشى مع المشكل اللي عندنا ولا لا. لا جوب ان بو تايو. بعض المرات السيدات ما كيفضلوش هاد لو لوك حيت يقدر يبينهم غلط، ولكن في لا مود هاد لو ستيل كيجي مناسب. بيان سور لو كوتي مود تو لو مي ا لانتيريور تري تايو. نقدروا نديروا لو شوميز داخل الصايه او الفوق مع ان سانتور باش نبينوا لا تاي. توجور ماركي لا تاي. لا تا كاين اون كولور اورانج عندنا اون جوب اورانج اي اون شوميز في النوار. ملي كيكون عندنا الوان مختلفين كنديروا لي اكسسوار اللي كيديروا ان لوك متناسق. كوم سا سا تونيفي ان بو لا توني. سا مو جيم بيان سيلا كان ميم. واه سا سي لو نوار اي بلان. اللبسه الثانيه نفس الموديل في الابيض والكحل. Toujours même dès même nous la coupe. Tu sais au bout d'un moment c'est comme un jean, ça sert à rien de chercher 25 coupes quand il y en a une qui te va bien, n'hésite pas à foncer dedans. Donc la jupe comme ça un peu crayon, c'est toujours joli surtout quand tu es ronde. Le look بلا جوب كيعطينا ونوتة اكثر وكيكون انيق وشيك، ولكن خاص لا جوب تكون واحدة حتى الركبة ماشي طالعة بزاف. فلا جوب قصيرة ما كتبينش لا طاي كاملة. Parce que si tu mets au milieu ça coupe la silhouette. Là بولا سي ان سويت ان بو روك. عندنا لو ستيل روك اللي هو ان او اللي نقدروا نلبسوه مع ان جين اولا مع اون جوب، يعني هذا لو لوك مريح وبسيط وما غاديش يبان ترو شارجي. دونك لا سي ان لوك بلوتو ديكونتراكتي. يمكن لينا نقولوا هذا ان لوك ديكونتراكتي. جو بونس سولون لي اكسسوار كو تو ريغارد تو مي سا باغ اكزومبل افيك اون جولي بير ديسكاربان. يمكن لك تلبسي هادشي مع دي ديسكاربان ولا ان بلاتزور باش تحصلي على ان لوك كلاسيك وشيك بالنسبه للايام العاديه. ايدام Tu vois, moi j'adore ça, je pense que c'est les couleurs qui t'iront bien. Ouais, moi je trouve ça super joli. Trop pratique en plus. Voilà. Alors ça c'est un pull piqué chez les mecs. Donc, le pull qu'on trouve حاضر عند الرجال ما ترديش في اختيار. خصوصا الناس الغلاد فيهم لوفرسايز بكل بساطه ويمكن لك تلبسيه بحجم كبير. Warper. Du XXL ça marche, on aime des fois les XXL. Accessorisé surtout comme ça on dit les accessoires. Qui est vraiment aussi bon une tendance qui marche toujours. مع هاد السروال سليم اللي هو مازال في لا توندونس مع دي اكسسوار ان بو ethnique. N'hésite pas, tu mets le grand pull par-dessus. Là on a mis quand même des bijoux un peu ethnique. Et côté vintage بالنسبه للحذيه. J'ai remarqué une chose c'est que tous les hauts ils sont لاحظت ان لي هو كاملين واسعين. Bon, je vois qu'elle a pas forcément l'envie ou peut-être l'habitude d'avoir des choses très très serrées. Le مشاركه اللي معانا ما جرباتش من قبل حوايج سيغي خصوصا ملي كتكون عندنا لا بواترين وايضا في الجانب المتعلقه بالموضه وايضا الجانب المتعلقه بلي ماتيير باش تكون مرتاحه. سي رون بي سي الكوتي مود aussi et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le côté des matières tu vois c'est un gros pull mais il tombe donc on verra quand même que tu as des formes. Et puis parce qu'il ne faut pas trop en faire, tu vois, on moule le bas. Idan, عندك un slim, deux jupes, des hauts larges, les يمكن لك تجربيهم. On passera dans les cabines d'essayage pour tester ça des tenues. Si tu si ne vas pas, je le mettrai moi. Hajar, هذا هو le premier look اللي خصها لك ويليام. كيفاش جاوك هاد لي كولور وكيفاش جاوك هاد لي ماتيير اللي لبستي؟ Je me sens bien à l'aise هاد اللبسه وفتحوا لي وجهي. Et ça va bien la le tricot مع le jeans et les sandales. Alors غير باش نذكر داكشي اللي قال ويليام هاد لو او خدام من لو ريون ديال الرجال. دونك كيف ما قال لك وكيف ما السيدات حتى هما من دي فوا الا ما لقيناش لي طاي ديالنا في دي او بحال هكذا يمكن لينا نمشيو لي ريون اوم وناخذوا دي او كبار فهما غادي يتفاتوا معنا. دونك بالنسبه للو سليم كيف ما قال لك الا لبستي لو سليم خصك معاه شي حاجه تكون طويله واسعه ولي طالون باش توالي وباش تعفي لا سيلويت ولي زاكسيسوار اللي دار لك معاهم حتى هما في لي ميم طون ديال لو او والسروال اللي اختار لك ولو ساك حتى هو كوم اكسيسوار. دونك ندوزو للبسه الثانيه. هاجر كيفاش جاك هذا اللوك الثاني؟ زعما شي حاجه جديده باسكو ما تلبسش لا جوب بزاف وعجبني. ويليام اختار لك هاد لا كولور اورانج في لا جوب مع لو او نوار وهذاك لو او نوار دار معاه اون سانتور كيف ما قال لك خاصك دائما يا اما تلبسي دي كوتي ما تلبسيش لي كول غولي وداك الشيء مدرق العنق ديالك ما تلبسيش ولا دير هكذا دي سانتور ولا دي او يكونوا سانتوري ولا ايفازي. دونك كيما كتشوفي لي اكسسوار دوري
باش كيفكرونا بهذاك لا سينتور وحتى لو كوليي ولو دوري كيتمتا كيتواشى مع لورانج توجور لي نيت بصحه. دوك دوزو نشوفو اللبسه الاخرى. رجاء هذه اللبسه الاخرى كيفاش جاك هذا اللوك المختلف حتى هو؟ وي سي ديفيرون باسكو جيت هاد سبادري مع جون جيب وشامي. هو بصح حيت كيف ما قلتي ما موالفينش نلبسوا لي جوب مع لي باسكيت، ما كيف ما شفتي هكذا جاو مزيانين، درنا هذاك لو ديكالاج ما بين لا جوب لي بلوتو كلاسيك ولي باسكيت ديكونتراكتي، فعطاونا هذا اللوك زوين يمكن نقولوا. الاكسسوار اللي درنا مع هذه اللبسه حيت ما تحتاجش بزاف الاكسسوارات، درنا معها غير ان ساك كبير فين يمكن لك ديري لي زافير ديالك. دونك هاجر شنو يمكن تقول لنا على هاد لي تخوا تونو اللي اختار لك ويليام وان وحده فيهم ارتحيتي فيها اكثر؟ كلهم زوينين وجداد حتى نوفو لوك و جو بريفير لا بروميير الاولى حيت كتبقى قريبه لو ستيل ديالك ديالي باسكو ما موالفاش لي جوب بزاف. داكوغ دونك هذيك اللي غادي نديرو بها لو شوتينغ، ولكن قبل ما نمشيو عند كوافير ونشوفوا شنو الحل اللي غيلقى لك لا فرونش ديالك غادي نخليو المشاهدات مع هاد لا كابسول مود ونرجعو من بعد. من بين الملابس اللي ما كنتخلاوش عليها في فصل الشتاء كاين المانتو. البرد جاي وحان الوقت باش تختاروا المانتو اللي غادي يرافقكم في هذا الفصل. المانتو كيحمينا من البرد ولكن ضروري نختاروا موديل انيق على حساب الجسم ديالنا وبلا ما نساو لي توندونس. في هذا الفصل اذا كاينين ثلاثه ديال لي مانتو على مود. اولا المانتو اوفرسايز اللي عزيز على فريق زينيزان، هذا النوع كيحميكم مزيان من البرد حيت كبير وواسع. كاين ايضا الموديل تيدي اللي رجع بقوه في هذا الفصل، هذا الموديل كان معروف في الثمانينات وكيعطي ان لوك جميل. الموديل الثالث هو لا دودون اللي كلشي كيعرفها ولكن هذا العام غادي نختاروها مزيره باش نزيدوا لمسه اونوتيه اللبسه ديالنا. بالنسبه للتواب الصوف هو احسن توب في هذا الفصل حيت الصوف كيحافظ على سخونيه ديال الجسم في ايام البرد. اما لي مونطو اللي مصايبين من جوج ديال التواب فحتى هما مزيانين للبرد، غادي تلقاو مثلا دي مونطو مصايبين من الصوف وفيهم الجلد في الكمام وفي الكول، هاد لي مونطو غادي يعجبوا لي فاشينيستا. كاين ايضا لا فوغور اللي راجعه في هاد العام، بطبيعه الحال خاصكم تختاروها سينتيتيك. اما بالنسبه للالوان فكلشي ممكن، عند زينيزان كنختاروا بدون تردد لو مونطو اوفرسايز في لون روز ليات. اذا حان الوقت باش تختاروا المونطو ديالكم قبل ما يتقاداو. دابا ننتقلوا لمرحله لا كوافير. المشاركه اللي معنا عندها شعرها مصبوغ وفيه لي ماش وبغات دير اون فرونج ملائمه للوجه ديالها. ناصر اليوم معنا هاجر، المشكل اللي عندها هو انها ما كتعرفش كيفاش دير لا فرونج في الشعر ديالها، دونك بغيناك تهضر لنا اولا على شنو هما الانواع ديال الوجه اللي كتجي معاهم لا فرونج. على حساب الوجه لا فرونج، كل لا فرونج تجي على حساب الوجه، على حساب الفيزاج ديال الكليونت. كاين الفيزاج اللي داير بغيت انا كما يمكنش بحال الوجه ديال هاجر، بحال الوجه ديال هاجر ما يمكنش لينا نجيو نديرو لا فرونش كوم سا نجيبوها اون فوا نقطعو افيلي باش نديروها بالاي. داكوغ سي بون، كاينه لا فرونش نورمال كتقطع نورمال اللي كتجي هابطه دوات اللي تجي مخل ايه ترجع للور ترجع بالاي ديريها فيما بغات الجناب هاد لي كوتي فيما عجبها الحال. يعني بزاف الانواع ديال لي فرونش. لا فرونش وكاينه دوبل فرونش، يعني داك على حساب اللي عندها الشعر خفيف تكون دوبل فرونش باش تعطيها لي فوليم. وبالنسبه لا فرونش كيفاش يمكن لينا نديرو لها لونتروتيان؟ واش خاصها تقطع شاك فوا طوال ولا نتسناو تطوال مع الشعر عاد نعاودو؟ يعني على حساب لا كوب، على حساب لا كوب كي غادا، اذا كانت لا كوب غادا ماشي من افيليا ما خصناش كل مره من افيليا خصنا نخليو الشعر لا فرونش طوال، اذا كانت من افيليا ديما اوبليجي خصها تجي مره مره تقطعها. اخر سؤال هو بالنسبه لافرونج، شنو هما لي توندونس دابا واش واخا ما تكونش درجه على الموضه يمكن لينا نديروها؟ لافرونج اللي كاينه دابا نورمال دابا تتكون اللي كيطلبوها الناس بزاف ولا اللي كنشوفوها في لي ماغازين ولا اللي ماغازين تتكون لافرونج دابا نورمال، دابا الانسان بدا ترجع على داك الشيء
نورمال عادي في الاول بلدي انا لا فرونشي لا تتبغيتي هي تتبغي تجيبها هنا تبغي تلعب بها فين ما بغاتي فوالا هذوك هي احسن لعبه ديال لا اللي تتبغي تلعب بها هي فين ما بغات ديرها تشوفها فين ما بغات هي داكور دوك غادي نخليك تشوف هاجر تشوف الشعر ديالها والوجه ديالها وتشوف شمن فروش غادي معاها ميرسي جيت عندك باش تقول لي شنو لا كوب اللي غادي معايا و سورتو لا فرونش شنو اللي غايجي مع وجهي كنتكلمو على حساب لاكاليتي ديال الشعر لاكاليتي ديال الشعر عندك ناشفة على حساب الدنيا شتا هما نشفو ديك الزغبة حنا مايمكنش لنا على حساب الفيزاج وجهك عندك وجهك بيض يعني كنحاولو باش نأفيلو هنا شوية نخفو من هنا لافرونش نحاولو نجيبو نقطع نورمال باش نجيبو كومسا بلايني سي بون داكوغ ميرسي على كوب ناصر غسل الشعر المشاركه اللي معنا فغسل الشعر مهم اول حاجه قطع لي بوينت المصدرين لاعطاء واحد الحيويه للشعر ثم دار اون فرونش في الجنب اللي جات مع لو فيزاج ديال هاجر وفي الاخير سالب ان بروشين دابا نخليكم مع هاد لاكابسول بوتي ونتلاقاو من بعد. من بين العوامل اللي كتحدد الانوثه ديال كل سيده كاينه الريحه. فصل الشتاء العطور كتبدل وكتدوم وقت اقل على الجلد، داكشي علاش من الاحسن اختاروا عطور ثقيله او شرقيه في فصل الشتاء وفي الصيف غير عطور خفيفه. تبعوا معنا هاد النصائح باش تختاروا العطر ديالكم. بما ان العطر كيتبدل على حساب الحموده ديال الجلد خاصكم ضروري تجربوه عليكم من الاحسن في الصباح باش تشموه مزيان من الاحسن تجربوه في الاول على لي مويات هذوك لي بوتي روبان اللي كيكونوا ان بارفيمري الا عجبتكم ريحتو ديروا شويه على البواني ديالكم واكتشفوا العطر على الجلد ديالكم الا جربتوا بزاف ديال العطور شموا البذور ديال القهوة باش ترجعوا حاسة الشم ديالكم منين تلقاو العطر اللي كيناسبكم ما تسرعوش انتظروا على الأقل ساعتين باش تشوفوا التطور ديال هاد العطر على الجلد ديالكم خاصكم تعرفوا بأن كل عطر عنده هرم خاص به مكون من ثلاثة ديال الأجزاء كاينين لي نوت دو تيت اللي كنشموهم هما الأولين لي نوت دو كور اللي كنكتشفوا من بعد 10 ديال الدقائق وأخيرا لي نوت دو فون اللي كيدوموا مع الوقت من بعد ساعتين كيمكن لينا نتعرفوا على الريحه الحقيقيه ديال العطر اللي اختارينا اذا من بعد هاد المراحل بثلاثه يمكن لكم تختاروا العطر ديالكم وديروه في مناطق بحال العنق لو ديكولتي ورا الودنين ولا لي بوانيي تقدروا ايضا ديروا العطر على الملابس ديالكم باش تشم الريحه ديالو مزيان اليوم جيت عندي نزان باش نبدل اللوك ديالي بدلوا لي لوك على حسب ما طاي و ما بيرسوناليتي
مشينا ابخي للصالون يبدلوا لي لا كوب دو مي شوفو يصيبوا لي لا فرونج باسكو ما كنت عارفه كيفاش غادي نقطعها. ميرسي زينزين. إلا بغيتو حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة غلوكينغ فكيف ما العادة ما عليكم إلا اتصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة ولا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك. حلقتنا وصلت للنهاية ديالها، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتم من النصائح اللي قدمنا لكم. ما تنسوش إلا عندكم أي سؤال ولا اقتراح بغيتو تشاركوا معنا فما عليكم إلا تبعتوا لنا به. شاركوا كذلك صفحة البرنامج في الجو كونكور ويمكن لكم تفوزوا بالعديد من الهدايا. تلقوا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وجولة جديدة في عالم جمال والموضة.